تصريحات مليئة بالاحترام للمنافس بين كولر وجوميز تمهيدا لدرب عظيم بين الأهلي والزمالك. لقاء القمة الكروية المصرية بين صاحبي الشعبية الجارفة في مصر والوطن العربي، الأهلي والزمالك. النهاردة كولر تحدث عن مباراة صعبة دائما أمام الزمالك وأكد على صعوبة المنافس، وجوميز كمان أكد على نفس الأمر وقال إن الزمالك معتاد على الفوز بالألقاب. واضح جدا تركيز الاثنين مدربين وبالتبعية لاعبي الفريقين، وإن شاء الله نشوف مباراة محترمة تليق بأكبر ناديين في الوطن العربي. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده الكلام كتير عن مباراه الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، هيكون مع الزملاء الاعزاء محمد جمال ومحمد خليفه في الفقره الثانيه النهارده باذن الله. اسلام علي، عفوا، محمد جمال واسلام علي. الاول في بدايه هذه الحلقه معانا ضيف ثقيل جدا، ضيف مهم جدا، واحد من أهم المديرين الفنيين اللي اشتغلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه. درب العديد من الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي، اسم معروف وكبير في البريمير ليج. معايا عبر زوم الآن المدرب الكبير الإنجليزي هاري ريدناب، المدير الفني السابق لأندية توتنهام وويستهام وبورنموث وعدد أكثر من الأندية الإنجليزية. يا فندم سعداء جدا وتشرف جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Thank you very much. It's a pleasure. شكرا جزيلا لاستضافتي، انا مسرور جدا لتواجدي هنا. نحترم جدا هذه المسيرة الرائعة لك في الدوري الانجليزي الممتاز، وسؤالي الاول ليك، ما هي التجربة الافضل بالنسبة لك؟ ما هي التجربة التي تعتز بها وتسعد بها دائما عندما تتذكرها؟ My best experience. Very difficult. I had a great time. أنا هذا سؤال صعب لأني كان لدي وقت أوقات رائعة في الكثير من البطولات، وخصوصا مع ويست هام في دوري أبطال أوروبا. تعاملت مع الكثير من اللاعبين الشباب في كل مكان، في بورتسموث كذلك كان لدي وقت رائع في الكأس إنجلترا. لذلك هي أنا دربت حوالي 500 مباراة، فبالتالي لدي الكثير من الذكريات مع الكثير من الفرق. هذه التجربة الرائعة الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، هل أنت راضي عنها بشكل كافي؟ هل كنت تتمنى أفضل؟ هل كان هناك أندية بعينها كنت تتمنى أنك تشتغل معها في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ لا، أنا لدي أنا قضيت وقتا رائعا، لكني لم أتمتع بقيادة المنتخب الإنجليزي، لم أكن محظوظا، ولكن كان لدي الحظ أن أدرب الكثير من اللاعبين كريو فيردناند، فرانك لامبرت، جاريث بيل. على مر هذه السنين أنا
أنا تعاملت مع العديد من اللاعبين الرائعين، فبالتالي أنا كنت محظوظا وقضيت وقتا رائعا خلال مسيرتي التدريبية. وربما نسيت الأهم، لوكا مودريتش أحد أفضل اللاعبين في العالم حتى هذه اللحظة. لوكا مودريتش بداياته الرائعة مع توتنهام، اشتغلت معاه إلى أن انتقل إلى ريال مدريد وحقق الكثير من الإنجازات. ماذا تتذكر عن لوكا مودريتش؟ حينما أتيت إلى توتنهام كان يلعب في الجناح الأيسر، وحينما ذهبت إلى توتنهام حركته ونقلته إلى منتصف الملعب. لم يكن على هذه الحال قبل أن آتي، هو لم يكن قويا كفاية ليلعب في مركز خط الوسط، ولكن طريقتي حينما خضنا مباراة أمام الأرسنال وضعته لأول مرة في مركز وسط الملعب وفزنا بالمباراة. وفي هذا اليوم يوم السبت قال لي هاري أنا سعيد، وقلت له لقد أديت بشكل رائع، أنت تلعب أمام لاعبين مثل في مركز لاعبين مثل بالك ولامبرد وجيرارد، فبالتالي أنا أريدك أن تكون قويا مثلهم. أنا لعبت به في يوم السبت في الأسبوع التالي، وقد أدى في مركز من نصف الملعب بشكل رائع، كان مذهلا للجميع. لوكا مودريتش بالتأكيد هو واحد من أعظم اللاعبين في العالم، وسؤالي القادم ليك، هل ترى أن لوكا مودريتش قادر على البقاء مدة أكبر مع أو أطول مع ريال مدريد؟ هل يستطيع البقاء موسم أو أكثر مع الريال؟ نعم، أعتقد أنه يستطيع أن يواصل العمل. هو يعتني بنفسه جيدا، هو لاعب رائع، هو رجل عائلة في المقام الأول، هو يحاول ويهتم بنفسه، هو يقضي وقتا كثيرا مع عائلته، فبالتالي هو يهتم بكل نواحي حياته، هو محترف تماما، فبالتالي أعتقد أنه سيلعب لسنوات أخرى، لا مشكلة في ذلك. عايز اسالك عن الدوري الانجليزي في الوقت الحالي والمنافسه الكبيره الثلاثيه بين مانشستر سيتي وارسنال وليفربول، في رايك من سيكون البطل في النهايه؟ الى اي مدى ستنتهي هذه المنافسه بين الثلاثي الكبير؟ Oh my God, it's so close. الامر قريب كما تعرف. ليفربول لديها العديد من الإصابات، ولكن محمد صلاح عاد لليفربول. أعتقد إذا استعاد لياقته سينافس مانشستر سيتي، فمانشستر سيتي الآن رائع، حقا رائع، ربما هو أفضل نادي في الثلاثة. أيضا الأرسنال يقدم كرة قدم رائعة، فالأمر صعب جدا أن نختار بطل الدوري الإنجليزي. الآن إنجلترا الآن لديها العديد من اللاعبين من الأندية الرائعة، فبالتالي النادي الذي سيفقد نقاط ولكن هو الذي سيخسر، ولكن الأمر قريبا بين الثلاثة. قرأت لك في السابق تصريحات كثيرة عن محمد صلاح، أحب أسمع رأيك في هذه المسيرة الرائعة للملك المصري في الملاعب الإنجليزية طوال هذه الفترة الماضية. محمد صلاح هو لاعب كرة قدم رائع مثل لوكا مودريتش، كما قلت هو محترف، هو يعيش بطريقة صحيحة، هو يتدرب بطريقة صحيحة، هو اللاعب المناسب لليفربول على مر التاريخ، مهارة رائعة، قدرات رائعة، يحرز العديد من الأهداف، هو مثال يحتذى به للاعب المحترف، هو في أعلى مستوياته. محمد صلاح لاعب على أعلى مستوى. محمد صلاح يلعب حاليا في الجناح الأيمن، في السابق قمت أنت بتغيير مركز لوكا مودريتش، لو كنت مدرب لي محمد صلاح كنت هتغير له المركز بتاعه ولا هو مركز الجناح الأيمن؟ لا، محمد صلاح يؤدي بشكل رائع حيث يلعب، كما تعرف هو يحرز العديد من الأهداف في كل أسبوع، لا يمكنك أن تقدم أفضل، هو رائع. أعتقد أن محمد صلاح يلعب في المركز الأمثل له، فهو لاعب كرة قدم رائع الآن. تعاملت مع كثير من اللاعبين في الدوري الإنجليزي وعدد كبير من الأندية، وبالتأكيد شاهدت لاعبين مصريين لعبوا في الدوري الإنجليزي بعيد عن محمد صلاح، أي لاعبين تتذكر؟ Well,
منذ سنوات هذا أنا تعاملت مع العديد من اللاعبين المصريين. اللاعبين الذين يأتون لإنجلترا يجب عليهم أن يكونوا يتحلوا بالاحترافية اللازمة. الجميع الذي يأتي لإنجلترا يظن أنه قد أدى كل ما عليه، ولكن يجب عليك أن تكون محترفا. ولكن أنا سررت بالتعامل مع اللاعبين المصريين الذين أتوا لإنجلترا، لكن محمد صلاح هو الملك حتى الآن. أكيد تعاملت وتنافست مع كثير من المدربين الإنجليز على مدار، أو المدربين عموما على مدار مشوارك في الدوري الإنجليزي. أي من المدربين كان بالنسبة لك المنافس دائما الأصعب، أو كنت تستمتع بمنافسته في المباريات؟ سأقول بالطبع أليكس فيرغسون. كان لديه فريق رائع، مانشستر يونايتد، اللاعبون رائعون كما تعرف، بيكهام، جيجز، سكولز، كين، فيديتش، العديد من اللاعبين الرائعين لمانشستر يونايتد في هذا الوقت، أندي كارل، دوايت يورك. فبالتالي كل عام كان يخرج لنا لاعبا رائعا، في كل عام يذهب لاعب من مانشستر يونايتد ولكن يخرج لنا فيرغسون لاعب رائع آخر. أليكس فيرغسون هو المدير الفني الأبرز. في رأيك في التوقيت الحالي ومع قرار يورجن كلوب الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم، هل في رأيك سيتأثر الدوري الإنجليزي، سيتأثر ليفربول برحيل كلوب؟ نعم بالطبع، هو مدير فني رائع، شخصية رائعة، لديه الشخصية اللازمة لقيادة الفريق، فبالتالي فيرغسون سيتأثر. من الصعب أن تحضر مديرا فنيا في محل يورجن كلوب، مستحيل. النادي الآن سيكون أمام مهمة صعبة بالطبع بعد رحيل كلوب. مين في رأيك في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟ Who do I think is the best player at the moment? في هذه اللحظة أعتقد أنه فيل فودن. فيل فودن. من مانشستر سيتي. أعتقد هو اللاعب الأحسن. هو لاعب مذهل. الدوري الإنجليزي محافظ على صدارته لجميع الدوريات العالمية منذ سنوات، مع التطور الكبير في الدوري السعودي وعدد كبير من اللعيبة العالميين وصلوا إلى الدوري السعودي. هل تتوقع منافسة قريبة بين الدوري السعودي والدوري الإنجليزي، ولا المنافسة ما زالت بعيدة بين الدوريين؟ لا لا لا، السعودية لا زالت بعيدة جدا 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 عن المنافسة مع الدوري الإنجليزي. اذهب إلى ليفربول، سأذهب إلى ليفربول في يوم مباراة السبت أمام مانشستر سيتي، ستجد المناخ والظروف والبيئة، كل شيء مختلف، كل شيء مميز، لديك مناخا مميزا. لا يمكنك أن توجد هذا المناخ في السعودية، مستحيل. المباراة نفسها، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ما توقعاتك ليها يوم السبت؟ أتوقع مباراة رائعة من كلا الجانبين. كلا الجانبين لديهم لاعبين رائعين. أعتقد أن توقعاتي ستكون بالتعادل، لأن الفريقين رائعين. مانشستر سيتي الآن هو الأجهز، دي بروين، فودن، هالاند، ربما مانشستر سيتي لديه الفرصة، ولكن ليفربول لديه محمد صلاح، العديد من الإصابات، ولكن بالطبع سيفتقد نونيز، ولكن إذا حل سنرى مباراة رائعة. مانشستر سيتي يبدو الأقوى، ولكن المباراة ستكون قوية أمام ليفربول، ولكن ومن الصعب أن تهزم ليفربول على ملعبه، فبالتالي المباراة ستنتهي بالتعادل في توقعي. السؤال القادم يخص الدوري المصري، وكثير من الأنباء كانت أو كان يتم تداولها
عن توليك او امكانيه توليك لاحد الفرق المصريه تحديدا الاهلي والزمالك على مدار السنوات الماضيه اسمك دائما وابدا كان يتردد، هل في اي لحظه فوضك اي نادي مصري لتدريبه خلال هذه الفتره الماضيه؟ نعم انا تحدثت مع بعض الانديه، أنا كنت مهتما بالقدوم في هذا الوقت ولكن الأمور كانت صعبة. نعم ولكن هل وددت أن آتي إلى مصر؟ نعم أنا وددت أن آتي إلى مصر، بلد رائعة وستكون وكانت لتكون خبرة رائعة بالنسبة لي إذا أتيت. الأهلي أم الزمالك تحديدا اللي فوضك؟ أنا تحدثت مع الناديين في فترة ما. مع الناديين، طيب، لو سألتك مين في رأيك هو أفضل لاعب في العالم حالياً؟ أفضل لاعب بدون ميسي ورونالدو أعتقد سيكون صعبا أن تختار الآن، ولكن في هذه اللحظة لدينا إمبابي. نعم لا يستطيع أحد أن يقترب من ميسي ورونالدو حاليا، ربما محمد صلاح سيكون من أفضل خمسة، ولكن لا أرى لاعبا مميزا بنفس الخصائص الخاصة بميسي ورونالدو وعلى العدد الهائل من البالندور الذي توج به، ولكن المسيرة الخاصة بهما من الصعب أن تتكرر. لا أرى أي لاعب يقترب منهما، لا أرى أي لاعب يمكن أن يكون ميسي أو رونالدو في المستقبل. لنرى في المستقبل، ولكن لست متأكدا، لم أختر أي أحد، ولكن إمبابي ربما يكون هو الأفضل الآن. لا أعلم، لا أعتقد كما قلت أنه بجودة ميسي أو رونالدو في هذه اللحظة، ولكنه الأفضل الآن. لما تذكر هالاند وهو يقدم مباريات كبيرة في الدوري الإنجليزي، ما رأيك في المستوى الذي يقدمه هالاند في الدوري الإنجليزي؟ هالاند رائع، هالاند محرز أهداف بشكل رائع، هو أفضل مهاجم داخل الصندوق حتى الآن في العالم بعد وخصوصا بعد فترة هاري كين في إنجلترا. هاري كين رائع أيضا، يمكنه أن يفعل أي شيء، يمكن أن يصنع أهداف، يمكن أن يحرز بالرأس بالقدم، هو لاعب متكامل، لاعب رقم 9 متكامل هاري كين. لو سألتك ما بين الثلاث لاعبين محمد صلاح هاري كين هالاند كنت تحب تدرب مين في الثلاثة؟ يا إلهي سؤال صعب جدا. لا سؤال صعب جدا. محمد صلاح سيكون مختلفا. هاري كين لا زال في رأيي أفضل من هالاند. نعم هالاند رائع، أنا أحب هالاند على المستوى الشخصي، ولكن هاري كين يمكنه أن يفعل أي شيء حرفيا، هو لاعب متكامل عن هالاند. محمد صلاح مختلف عن الاثنين، يمكن أن يجري بالكرة، يمكن لديه مهارات أكثر من اللاعبين الآخرين، ولكن سأعتقد أني سأختار هاري كين كلاعب رقم 9. لأن السؤال كان صعب فأحاول أسهله لك بشكل أفضل، يعني لو معاك الثلاث لاعبين هالاند وصلاح وهاري كين تاخد معاهم كم بطولة؟ لا. أنا سأكون مذهلا، سنحرز العديد من الأهداف، سنحرز الكثير من الأهداف، سنفوز ببطولة تلو الأخرى، لن يستطيع أحد أن يوقفنا في هذه الحالة. طيب في رأيك مين حاليا هو المدير الفني الأفضل في العالم؟ بيب جوارديولا، هو رائع الفترة الأخيرة مع مانشستر سيتي،
أدى بشكل رائع. بيب هو شخصية رائعة، مدير فني مذهل، يقدم كرة قدم رائعة على المستوى الفني مع مانشستر سيتي. إنجلترا كمنتخب على مستوى اللاعبين بيقدم لاعبين دائما المنتخب الإنجليزي رائعين جدا، رغم كده هو بعيد عن منصات البطولات العالمية والأوروبية منذ فترة طويلة. هل المنتخب الإنجليزي قادر في هذه اللحظة في 2024 أن يحصل لقب يورو 2024؟ تماما، إنجلترا ستكون بطلة يورو 2024. لديها أفضل اللاعبين، بيلينغهام، فودن، ساكا، كين، ديكلان رايس، منتخب رائع لدينا الآن، ستونز، ووكر، لدينا مجموعة رائعة من المواهب الشابة بقيادة بيلينغهام في ريال مدريد. هو يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم خلال سنوات قليلة. فودن الآن هو لاعب يؤدي أداء مخيفا في هذه اللحظة، ولدينا أيضا ساكا مع أرسنال. على ذكر مبابي، منذ قليل في كل موسم الجميع يتحدث عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، هل هذه الخطوة في رأيك تأخرت بالنسبة لمبابي؟ Who? Which player? طيب، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. عامه خدنا كل الاسئله الممكنه من هاري ريدناب، واحد من اهم المدربين التاريخيين في الدوري الانجليزي الممتاز. لقاء سعدت به جدا، ومره اخرى ودائما وابدا اشكر زميلي العزيز احمد شهاب على هذه المداخله وهذا اللقاء المهم جدا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الزملاء الاعزاء محمد جمال واسلام علي لتحليل ما قبل مواجهه القمه بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الزملاء الاعزاء محمد جمال واسلام علي لتحليل ما قبل هذه المواجهه الكبيره بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. هشام منور الدنيا حبيبي يا كيمو، اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده مع اسلام. حبيبي اسلام منور الدنيا حبيبي يا كيمو، مبسوط ان انا موجود معاك وان شاء الله نقدم حلقه كويسه انا ومحمد ونكون بعجب الجمهور ان شاء الله. كالعاده يعني ان شاء الله باذن الله. ايه رايك نخش في الجد على طول؟ يلا بينا. قولي الاهلي هيلعب ازاي؟ الاهلي ما بيغيرش طريقته 4 3 3. الاهلي هيلعب بتشكيله عامله ازاي؟ تشكيل يبقى، هاجي لك على المركز اللي الراجل لسه بيفكر فيه، لكن هقول لك التشكيل بحسب المعلومه ثم الراي الراجل يعني. الله. لا معلومه ورايه ولا رايك انت؟ لا. في 10 مراكز واستقر عليهم خلاص. هي القصه كلها بالنسبه له في مركز واحد هنجيله يعني. في حراسه المرمى طبعا مصطفى شبير، خط الظهر من يمين للشمال محمد هاني، 2 في السنتر باكس محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، وعلي معلول، وسط الملعب مروان عطيه، امام عاشور، عمرو السوليه، وهو ده المركز اللي هنقف عليه عنده شويه. والثلاثي الامامي حسين الشحات، بيرسي تاو، انطوني موديست. لا يا شيخ، لا يا شيخ. انطوني موديست لا يبدا مش كده. ماشي، وانت بتقولي بقى عمرو السوليه هو اللي عليه الخلاف؟ انا كنت فاكر هتقولي انطوني موديست. لا الخلاف عنده كله، هو يبدا بعمرو ولا يبدا بكوكا. هو مايل لعمرو لسببين. السبب الاولاني ان عمرو السوليه بيلعب ناحيه اليمين مش الشمال، كوكا عشان لعيب اشول بيميل وبيتالق في منطقتين، يا اما يلعب لعيب مركز سته في الملعب يبقى وايد بالنسبه له يقدر يشتغل بشكل جيد، او بيعمل كمان عمليه الميلان شويه ناحيه الشمال. النقطه الثانيه لو لعب مركز 8 هو بيجيد ناحيه الشمال، عشان كده شفناه في مباراه يانج افريكانز لما كان رايح امام عاشور هو بيميل ناحيه الشمال عشان يعمل المسانده لامام عاشور لانه لعيب اشول. فممكن في وجود امام عاشور وجود صعب عطيه اصبحت فرص، لو هيلعب كوكا هيلعب ناحيه اليمين فهتبقى صعب، هيبقى صعب يعمل السبورت او المسانده في الثغره اللي هنتكلم عليها في اخر الفقره، الثغره اللي موجوده عند النادي الاهلي ناحيه اليمين. تمام، وموديست اساسي. موديست اساسي متاكد؟ ان شاء الله. ماشي، نروح لتشكيل الزمالك. تشكيل الزمالك خلينا نتفق كده ان الراجل جاي سخن جدا، جه وقت متاخر، ثلاث ماتشات لعبهم، ثلاث ماتشات
فيهم شبه عدم استقرار، ولكن اللي انا اتوقعه بسبب معركه نص الملعب، الفريقين عاملين حساب بعض جدا بسبب قصه نص الملعب. الاهلي مفتاح لعبه في نص الملعب كتير جدا، سواء امام عاشور، مروان عطيه، كوكا، وعمرو السوليه. الزمالك عنده نفس القصه، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، دونجا، رؤى. ما هقول لك التشكيل بقى، هقول التشكيل. طيب التشكيل اللي انا اتوقع ممكن يكون يعني محمد صبحي عشان حاجه من الاثنين، ان محمد صبحي بيقدر يتحرك ورا السنتر باكات بشكل كويس جدا، يعني محتاج حارس المرمى بتاعك يلعب بدور الاستوبر، فمحمد صبحي بيعمل دي احسن من عواد شويه. اثنين سنتر باكات، حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد وعمر جابر على اليمين وفتوه على الشمال. اعتقد لا، وانا مش ده تشكيل انا كمل يا جيمي خلاص نرجع تاني يا جماعه. جهزوا تشكيل اسلام، دونجا ورؤى. يمكن هو بما ان اسلام قال التشكيل على طول، يبقى يعني خط الظهر مفيش خلاف عليه. القصه كلها في الاثنين بتوع وسط الملعب، هل هيلعب بثلاثه في وسط الملعب زي ما لعب في بعض المباريات؟ كمل على قال اسلام ان هو مش مستقر على الكومباينيشن او المجموعه بتاع وسط الملعب. صعب جدا جدا ان يلعب النادي الاهلي بناصر ماهر وعبد الله السعيد وجناح في التشكيله مع الجناح الثاني اللي موجود، صعب جدا يكون موجود. دي تشكيله يا جماعه، يخلص التشكيله بتاعته يعني. فالثلاثي بتاع وسط الملعب اعتقد انه يلعب باثنين بيفوتس او اثنين لعيبه في وسط الملعب عندهم مهام دفاعيه علشان يواجه الشغل اللي بيشتغله النادي الاهلي انسايد جوه الملعب لما نشرح طريقه هجوم النادي الاهلي. فلازم يلعب برؤى ويلعب جنبه دونجا وقدامهم عبد الله السعيد. القصه كلها برضو عندهم بوزيشن، هل يلعب بناصر ماهر فيعمل كثافه عرضيه في وسط الملعب ويشتغل ناصر ماهر ان هو يروح ناحيه الشمال زي ما لعب في بعض المباريات بالتبادل مع عبد الله السعيد، ولا يبدا المباراه بالتشكيل الاعتيادي 4 3 3 ويلعب مصطفى شلبي ناحيه الشمال، زيزو ناحيه اليمين، وفيرود ناصر منسي. القصه كلها في وجهه نظر انه هيروح لناصر منسي مش مصطفى، يلا نروح بقى ماهر مش مصطفى شلبي. نروح لاسلام بقى، تشكيله الاهلي والزمالك من وجهه نظر اسلام علي. بص، اتوقع كالعاده لو انت بتسالني وجهه نظري ولا انت نفسك ايه وجهه نظرك ولا هو ولا هيعمل ايه ولا هيعمل ايه. اعتقد هو هيبدا بصبحي، ولكن وجهه نظري يكون عواد. عارف الماتشات القمه دي لا الابر هاند شويه، في مدربين بيختار اللعيب اللي هو ليه ابر هاند اللي هو ما عندوش كوارث قبل كده في الماتش اللي زي ده. عواد، المسلوسي، وحسام عبد المجيد في الشمال، فتوح، وفي اليمين عمر جابر. نص الملعب اتوقع دونجا ووجهه نظري شحاته، تحول ليه شحاته، وقدامهم عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وزيزو، وناصر منسي. ليه ناصر ماهر مش مصطفى شلبي؟ الراجل الفتره اللي فاتت بيقوم كتير جدا، بيعمل حاجه هنتكلم عليها في الحالات ان هو بيستخدم الاثنين الوينجات ان هم بيدخلوا قلب الملعب كتير عشان يعمل سويتش بينهم وبين الايه الباكات، فالباكات ياخدوا يعمل الباكات يوسع الملعب اكتر. فاعتقد ناصر ماهر هو هيكون هنا عشان ناصر ماهر ينزل كتير يستلم بين الخطوط، ومصطفى شلبي مش بيقدر يقوم بالدور ده، لان مصطفى شلبي من الوينجات اللي هي دايما بتحب تستلم في مساحه ويحب يستلم دايما واحد على واحد وفتح الخط. طيب هاتوا لنا تشكيل الاهلي كمان عشان اسلام يتكلم على تشكيل الاهلي. هو نفس في نفس الصوره، هي نفس الصوره. نفس الصوره، هجيبها لك حالا دلوقتي. قول لي كده اهو. هو انا التشكيل الاهلي توقعي الشخصي الاختلاف هيبقى كوكا بالنسبه لي، مش عمرو السوليه. ان كوكا واحد من الناس اللي هي بيقدر يضغط بعرض الملعب كويس جدا، وده لازم يحد من قدرات لعيبه الزمالك، على عكس عمرو السوليه في الوقت الحالي. عمرو السوليه مش في التيمبو بتاعه، وعمرو السوليه بعيد شويه، فده التوقع بتاعي. ده توقعي، مش توقعي بس الرسمه دي، ان كوكا ومروان عطيه يلعبوا مروان عطيه جنب بعض، ممكن يودي امام مع شوط حره يعني 4 2 3 1 مش 4 3 3 بس هو الراجل بيلعب على طول 4 3 3 ما بيغيرش بالظبط. تمام، انت كمان قايل كهربا مش مودست. ده انا بقول وجهه نظري مش توقع. التوقع هيبقى مودست طبعا، كل الناس بتتكلم في النقطه دي. بالمناسبه انت قلت كام معلومه مودست. انت رايك بقى كهربا ولا مودست؟ كهربا طبعا. حتى لو كان بعيد الفتره اللي فاتت، كهربا لما اجي اتكلم عن المجموعه والهارموني، لا طبعا كهربا اكتر فعاليه يقدر يشتغل مع المجموعه، ما بيوقعش الايقاع. مودست راس ماله ان انا اطلع الفريق ويشتغلوا طول الوقت على كروس سواء معلول او محمد هاني. طب كلمني بقى فني. طيب عشان الوقت هيتم، ايه اللي بيفكر فيه كولر، وكولر عايز يعمل ايه في مباراه زي دي؟ تعال نشوف هو كولر بيفكر في سيناريو. كولر بيفكر في سيناريو ماتش 4-1. ايه هو سيناريو؟ مش عشان النتيجه، هو بيفكر في الطريقه. طب هل كولر ايه بقى اللي عمله في ماتش 4-1، وايه اللي قرره بعد كده، وايه العيوب اللي عند الزمالك اللي هي نفس العيوب؟ تعال نشوف هو عمل ايه في ماتش 4-1. في ماتش 4-1 طبعا ده كان جون الشحات. الكره دي في بدايتها كانت كوره ملعوبه كره طوليه، نفس الطريقه اللي بيعتمد عليها الاهلي دلوقتي، اسقاط كرات طوليه دقيقه ورا الخطوط، سواء ورا اللي واقف هنا شويه، ورا الظهير الايمن او ورا الظهير الايسر او في العمق، وركز في المباراه دي تحديدا على العمق بشكل كبير جدا. في الكرات الطوليه، الكره بتاع حسين الشحات الجون اللي جه من شويه، كره طوليه طلعها غلط حسام عبد المجيد كمل الجول. هنا
اوريك ان هو الراجل بيشتغل ازاي طول الوقت. كولر الناس كلها بتتكلم على انه الاهلي عنده اجنحه جيده تاو وحسين الشحات وبيشتغل، بس الجناحين بيشتغلوا كبلاي ميكرز طول الوقت وبيسقطوا في انصاف المساحات. بص الفرص هنا كلها هتلاقيها من العمق، كل شغل النادي الاهلي، وده اللي عمله الخدعه اللي عملها كولر في اسوريو في مباراه الاربعه واحد، انه كل الناس كانت بتتكلم على الاجنحه، كل الناس بتتكلم على دور علي معلول، الراجل غير كل ده وجه اعتمد على العمق وعلى الكرات الطوليه. بيدخل الاثنين الوينجرز بيشتغلوا من بره لجوه طول الوقت، سواء تاو او حسين الشحات، كل الكرات اللي احنا جايبينها دلوقتي هتلاقي انه فرص النادي الاهلي كلها من العمق، الاهداف كلها من العمق سواء تصويبات او اختراقات. بص هنا الراجل جاي داخل برده في العمق، اللي بعديها هتلاقي نفس الكلام، كل الاهداف وكل الطريقه اللي بيشتغل بيها كولر انه طول الوقت بيضحك عليك، طول الوقت هو بيقول لك انت اهم جبهات عندك الجبهه الشمال بتشتغل على الطرف، هو ما بيطلعش على الطرف، هو عنده الاثنين وينجرز بيشتغلوا انسايد، واحد منهم بيشتغل كبلاي ميكر والتاني بيجي من بره لجوه. فتلاقي انه اهداف النادي الاهلي في مباراه الاربعه واحد والشكل اللي هو خدع فيه اسوريو بشكل كبير انه هاجم العمق طول الوقت واشتغل على الكرات الطوليه اللي هنشوفها بعد شويه، انه نفس أنا الطريقه دايما الاسقاط. انا اعتقد انه الزمالك اسوريو مستحيل يكون هو زمالك جوميز بكره، يعني عايز الشكل المهلهل اللي كان فيه الزمالك مع اسوريو. انا هنا انت متفق معاك، انت بتكلمني على الحاله لا والطريقه كمان والشغل. لا هو بس هو في حاجه اتفضل، في حاجه لازم نتفق عليها، ان هو الزمالك مع جوميز ظهر في الفتره في الثلاث ماتشات، في الراجل ما ظهرش شغله كله، بس في حاجتين مهمين جدا هم اللي ظهروا. الحاجتين رقم واحد السويتشات وطريقه الهجوم نفسه، ازاي بيهاجم، ازاي بيعمل كثافه في العمق وبيفضي المساحات على الاطراف عشان الباكين يبداوا يهاجموا منها. الجون بتاع عمر جابر ده اتكرر كتير جدا في الماتش الداخليه. الحاجه الثانيه بقى اللي هي فعلا بيتكلم فيها محمد وانا اتفق معاه فيها 100%، ان جوميز بيحاول دايما يسترد الكوره من مناطق اعلى. استرداد، لا معلش احنا لسه مش هنشرح الحاجات دي، استرداد جوميز بس عايزين نشرح عشان الوقت هيتم خلاص. طب خمس دقايق بس. طب خلاص ماشي. هنا بص ممكن نعيد الكوره من الاول، هي دي؟ لا لا هتقول لقطه من الاول خالص يا شباب. ماشي هتقول ايه قبل ما تتعاد؟ ماشي بص هنا، شوف هنا بيفضي، بس ستوب ستوب ستوب، بس ستوب، ممكن نوقف. شوف هنا فتوح موجود فين؟ موجود في عمق الملعب، وناصر ماهر وفتح المساحه على الاطراف ازاي. ونفس القصه الناحيه الثانيه مصطفى الزناري، بس الفرق بين مصطفى الزناري وفتوح وناصر ماهر ان مصطفى الزناري مدافع ما عندوش النزعه الهجوميه، فمصطفى الزناري ما يقدرش يقرا اللي بيحصل قدام قوي. تمام ده الفرق. فده اول حاجه الراجل بيقدمها، ان هو بيحاول يعمل كثافه في العمق عشان يفضي على الاطراف، دي اول حاله. ممكن نشوف الحاله اللي بعد كده. خلاص لا خلاص نوقف ستوب كده، هو الراجل ما عملش حاجه بيها. نفس القصه نفس القصه، شوف ناصر ماهر موجود فين، فتوح نفس السويتشات اللي بتحصل، هو طول الوقت بيحاول يعمل كده. عشان كده بنقول ان ناصر ماهر هيكون هو الورقه اللي هيبدا بيها مش مصطفى شلبي. نفس القصه مع عبد الله السعيد. تمام لو هي نفس الحاله ننطها ممكن بس انا عايز بقى اخر حالتين في ماتش الداخليه لو يقدر، عشان بس ننط عشان الوقت. انا عايز اخر حالتين، اخر حالتين دول الجون وقبل الجون. كان فيهم ايه؟ نسخه طبق الاصل من الجون، حاول الزمالك قبلها بدقيقه بالظبط، حاول الزمالك يعمل نفس الشغل. لسه مش هيتعود دلوقتي عبر ما يجيبهم. تمام احكي لي بس. طيب هو برضو نفس القصه، ان هو الراجل بيعمل كثافه في العمق، بس الفرق بين الكره الاولى والثانيه، الكره الاولى ان سامسون هو اللي قام بيها، فسامسون نزل عمل خد الكره، ولكن زيزو في الكره الثانيه قدر يقرا المساحه اللي وراه فسحب المدافعين واتحرك في اتجاه الكره، فبالتالي المدافعين عندنا في مصر المدافعين شويه اتحركوا وراه، فتح المساحه لعمر جابر، عمر جابر راح جاب الجون. النقطه اللي انا عايز اشرحها قبل ما لحد ما حد راح، ان الزمالك مع جوميز بيحاول يسترد الكره من مناطق اعلى. طيب هل ده في مصر؟ ايه القصه دي في مصر؟ القصه دي في مصر قنبله موقوته جدا، يا اما يا تصيب يا تخيب. لو صابت هتقدر تحقق نتيجتك باعلى سرعه، يعني بنتيجه كبيره جدا. لو خابت هتلاقي نفسك فعلا بتواجه المساحات اللي حصلت في ماتش الأربعة واحد مثلا. الاهلي بيقدر. ماشي دي الكره الاولى، هنطلع فاصل. ماشي دي الكره، شوف سامسون واقف فين، عمر جابر بيحاول، المساحه ما فضيتش، لسه بيحاول تاني، شوف نفس التحرك بتاع عمر جابر، وعبد الله السعيد نفس التحرك او بيحاول عمر جابر ما وصلتش الكوره. نفس القصه هناك، مصطفى شلبي كان بيلعب في الوقت ده وينج باك، بيحاول يفضوا المساحه مفيش، ما بيحصلش، خلاص الكره دي خلصت خالص، انه حط له الكره في العمق ما وصلتش بين الاثنين، ما وصلتش. كره الجون بقى، دي كره الجون. شوف بقى هنا اللي حصل مختلف خالص، هنا زيزو قرا المساحه على عكس سامسون تماما، سامسون طلب الكره ولكن زيزو كان التارجت بتاعه الاول ان هو يفضي المساحه لعمر جابر، شوف زيزو هيعمل ايه؟ اتحرك فضل المساحه لعمر جابر. دي تقريبا الكره اللي اتقررت في كل في الثلاث ماتشات مع جوميز، سواء ابو سليم الاسماعيلي وماتش الداخليه. عظيم جدا، احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نواصل خليكم معانا.
الوقت قليل النهارده غصب عننا والله، فعشان كده جيمي واسلام بيجروا زي الصواريخ. يعني عايز تقولي على جوزي جوميز؟ جوميز مدرب عنده افكار ثابته بيحاول يشتغل بيها دايما، ونعرض الفيديو بتاع جوميز على طول واحنا بنتكلم، عشان اللي قاله اسلام واللي انا اتكلمته واللي قلت ان هو هيحاول جوميز يعمله واللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت عن جوميز، تعالى اوريك بيعمل ايه في التدريب. كان فيديو ما انتشرش كتير، او لما انتشر ناس ما اتكلمتش عليه كتير، لكن فيديو في تجربه الراجل مع ماريتيمو وهو بيشرح للعيبه كريم ازاي تشتغل بالفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي بتاعت دخول اللعيبه، وكان بيقول لهم لو انت عايز تسجل دايما حاول تشتغل لقدام، ده الشرح اللي موجود في الفيديو، اشتغل لقدام، حاول تعمل عمليه اسقاط للكره دايما في المساحه اللي في ظهر اللعيبه، ما تشتغلش طول الوقت في الزحمه، حاول ان انت تطلع لقدام تعمل فرونتال باس او باصه اماميه. بص هنا الحركه هينادي على اللعيب، في اتنين لعيبه الاثنين الوينجرز، هيقول لهم انا عايز ثلاث لعيبه. بص يا كريم العلامات اللي اتحطت في الفيديو ده، ثلاث لعيبه واقفين اللي هم الثلاثه اللي في وسط الملعب اللي اتعمل عليهم علامه، دول اللعيب مركز 6 بيلعب باثنين لعيبه مركز 8 ادوار هجوميه، وبص العلامتين اللي اتعملوا دول واللعيبه بتتحرك، نادى على اللعيبه واقف التمرين، دخل الاثنين وينجرز انسايد. بص على الـ على الـ على الصوره هتلاقي ان الاثنين وينجرز قال لهم انا عايزكم تشتغلوا كمهاجمين، انا مش عايزكم تبقوا اجنحه. فهو دايما بيعتمد على انه عايز يدخل الجناحين يشتغلوا تحت الفرود ويبقوا الثلاثه يعملوا كثافه هجوميه، ده اللي بيحاول جوزيه جوميز. دي في تجربته مع ماريتيم والتجربه اللي قبل الزمالك بتجربه، ده الشكل اللي هو بيشتغل بيه طول الوقت، نفس النمط نفس المومنتم نفس الشغل اللي بيعمله، انه هو طول الوقت عايز يشتغل، ودي الوحدات التدريبيه اللي بيعملها لهم. بيعمل لهم ايه؟ الراجل بيقول لهم دايما انا عايزكم تشتغلوا انسايد، وبيعتمد في الشغل الدفاعي كله على الثلاثي بتاع وسط الملعب، وده السلاح اللي ذو حدين مع الراجل، اما انه يسيطر تماما على وسط الملعب بنبقى عنده خمسه متواجدين في وسط الملعب دايما، الثلاثي والثنائيه بتاعه الاجنحه سواء زيزو او ناصر لو لاعب او مصطفى شلبي مع التكمله اللي بيعملها زيزو ومصطفى شلبي انسايد، او انه يخسر وسط الملعب لانه مفيش لعيبه كتير بتادي ادوار دفاعيه، ده متوقف على الادوات اللي هيستخدمها. لكن فكره الراجل زي ما شرحناها في الفيديو هو الشكل اللي بيشتغل بيه دايما جوزي جوميز. حلو الخمس. انا عايز اعقب على النقطه دي. في ثلاث لقطات مهمين جدا بيثبتوا كلام محمد. اللقطه الاولى لقطه سيد نيمار، انا بصراحه كان موجودين وطلبت من احسن الوقت. لقطه سيد نيمار مع زيزو في الكره بتاعت ابو سليم اللي زيزو حطها في العارضه، صحيح سيد نيمار وسع الملعب وهو بيطلب الكره من زيزو، طالب الكره جوه وهو بيشاور، وده دليل على الافكت نفسه بتاع جوميز على اللعيبه. دي حاجه رقم واحد. الحاجه رقم اتنين، مصطفى شلبي كان من اللعيبه اللي انت صعب قوي تدخلها انسايد في الملعب، حصل ده في ماتش ابو سليم في مراحل لعب معينه الراجل كان بيدخل انسايد، ما حصلش في ماتش الداخليه، فكان بيحاول يستخدم عمر جابر اللي يدخل انسايد اكتر عشان ما انت مش عارف تستفيد منه طول الوقت. الحاجه الثالثه في ماتش الداخليه زيزو كان ليه لقطه شهيره جدا، دونجا بيديله الكره الطوليه فبيديله لبره، فزيزو واضح قوي انه اتضايق وطلب منه وشاور له كده احنا عايزين هنا، وده دليل على التاثير بتاع الراجل. الحاجه الرابعه، الكره بتاعت عبد الله السعيد في ماتش الاسماعيلي اللي هو نزل استلم وحط السترو باس لزيزو، وزيزو حطها لشيكابالا، وزيزو هو جاي من من من, من الشمال خالص جاي بيطلب الكره في قلب الملعب، وده دليل ده الافكت نفسه بتاع الراجل، وده الواضح تماما ان الراجل اشتغل على النقطه دي. واعتقد ان مصطفى شلبي مستقبلا لو ما قدرش يتجاوب مع النقط دي هيبقى فعلا مش هيبقى ليه مكان. احب مرة. انا بقى اخر حاجه قبل الماتش اسال عن توقعاتك للماتش عشان نرجع الفيديوهات دي. توقع كم؟ هتكسب معايا هديه، هديك المج ده. مش رهانات انا واخسر، هديك المج ده. 3-1 الاهلي. ماشي اسلام، مش عارف صعب شويه، معلش حاول. ده ماتش 2-1 للزمالك. 2-1 للزمالك، حلو جدا. يبقى 3-1 اهلي، 2-1 زمالك، والهديه مج. ماشي، نتصور بيه بعد الحلقه ان شاء الله. جمال بشكرك، شكرا جزيلا. اسلام بشكرك، شكرا جزيلا، شرفت ونورت. ان شاء الله كل التوفيق للاهلي والزمالك، يقدموا لنا مباراه كبيره يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. يوم الجمعه معاكم في تغطية مطولة ما بعد هذه المباراة من الساعة 12 للساعة 3 بالليل، 3 صباحا هنقعد بقى نتكلم ونحلل ونستمتع باللي حصل في المباراة. خليكم معنا.